ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو مثير ويظهر رجال القوات المساعدة وهم يحاولون فض الاحتجاجات التي يقوم بها التلاميذ، وذلك رفضا لزيادة ساعة على التوقيت ليصبح التوقيت الصيفي طيلة السنة. كما عبر التلاميذ بكل قوة عن عدم رضاهم على هذا القرار الحكومي، حيث طالبوا بإسقاط الساعة. أشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.